find an equation of the line passing through the points مديني 1 مع minus 3x1 y1 و x2 y2. عندي نقطتين، اول حاجة اجيب الميل اللي هو y2 ناقص y1 على x2 minus x1، وبعد ما اجيب الميل ميل مع اي نقطة نقدر نجيب معادلة الايكويشن. ال y2 6 ال y1 minus 3 ال x2 minus 2 ال x1 1. 6 minus minus 3 يبقى 9، minus 2 minus 1 minus 3 يبقى الميل ب minus 3. معادلة الايكويشن نقول y y ناقص y1 على x ناقص x1 يساوي الميل. طبعا ممكن احط هنا y2 x2، اذا y minus ناخد y1 يبقى minus minus 3 على x minus 1 يساوي الميل اللي هو minus 3، كانها minus 3 على 1، فنضرب هنا في minus 3 وهنا في 1، يبقى y بلس 3 كأني هو بعمل على 1 يساوي minus 3 في x minus 1، y بلس 3 يساوي minus 3x بلس 3. عندنا بلس 3 الطرف الأيسر مع الطرف الأيمن يروح مع بعض نفس الإشارة، كأني جبت دي بماينس 3 راحت مع بعض، يبقى الواي بتساوي ماينس 3x أو واي بلس 3x equals 0. طب عايز أتأكد إن أنا صح، يا تشوف اللي يمك في الامتحان أو تعوض بالنقاط دي، 1 وماينس 3، هنا ماينس 3 زائد 3 في ماينس 1 يبقى 3 مع ماينس 3 بصفر، يبقى النقطة الأولى ظبطت. النقطة الثانية هنا 6 زائد 3 في ماينس 2 يعني ماينس 6 برضو ظبطت، يبقى مش محتاج صاحبك اللي جنبك.